فشل المشروع الشيعي. هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. بعد الإعلان عن اتفاقيتي سلام مع إسرائيل وخلال الأسابيع، كنا نتوقع خروج الملايين إلى شوارع الدول العربية احتجاجا، كما حدث عندما زار السادات القدس في سبعينيات القرن الماضي. يبدو لنا كما لو أن العرب أتعبهم الزمن فقل اهتمامهم بقضية فلسطين، ولم تبقى منها سوى الشعارات، بل أن هذا الأمر لم يحدث ليس في بلدان الاتفاق الذي جرى، بل في دول كانت وما زالت تقود مشاريع الافتراق. دمشق مثلا وهي سيدة الممانعة والمقاومة لم تصدر بيان واحد حول اتفاق السلام الإماراتي، وهذه ليست طبعا من علامات اللامبالاة، إنما من علامات الاستسلام والإرهاق. بغض النظر عن حماس المؤيدين والرافضين أو الممانعين، سأتناول الأمر من وجهته الفكرية والثقافية وليس السياسية. أتساءل على هذا الأساس، ما معنى هذا؟ معناه انهيار وفشل ذريع للمشروع الشيعي الإيراني. هذا المشروع الذي دام لمدة 40 عاما، وقبله طبعا المشروع القومي البعثي الناصري الذي دام أيضا نصف قرن وانتهى مع صدام. هما المشروعان يشتركان في صفة ثورية تؤسس نفسها ليس على أساس تقدم ونهضة وتنوير الشعوب، إنما على فكرة مشروعية تحرير القدس والمسجد الأقصى ورمي اليهود في البحر كما كانوا يقولون. قبلها كانت هناك الفكرة الأساسية، أو هي الفضاء الذي تدور عليه كل هذه الأفكار، هي فكرة انعزال المؤمنين عن بقية سكان العالم، سواء على نمط داعش والسلفيين أو الشيعة الولائيين. في المقابل ماذا لدينا؟ نجاح سني رجعي خليجي، سلفية جوهر وحداثي المظهر. هذا النجاح تمكن قادته بعد مرور نصف قرن من المداهنات والدعايات والأكاذيب طبعا، من الفوز على جميع الثوريين الموتورين. أما الحكمة التي لا بد لنا أن نخرج بها من كل ما جرى، الحكمة أننا شعوب حاولت ثوريا أن تحجز لها مكانا خاصا بين الأمم الأخرى وفشلت. مرة حاولت باسم القومية والاشتراكية، وأخرى حاولت باسم المذاهب والدين. الذي تبين بعد ذلك أن من نجح في منطقتنا فقط وعلى المستوى الأمني والمادي طبعا، هم التابعون المضوون تحت خيمة الغرب وحمايته وربيبته إسرائيل طبعا. فلماذا فشلت شعوبنا التاريخية التي ملأت التاريخ بأمجادها، وأقصد العراق وسوريا والشام ومصر؟ هذه الدول لماذا فشلت حتى في تكوين دول متماسكة ومحترمة؟ الجواب لأن قياداتها أشعلت ما يسمى بثورات، ولم تنشغل بتنفيذ مشاريع وأهداف الثورة، إنما انشغلت في حماية الثورة وثوارها وعلى حساب كل شيء. معنى آخر أن الثورة لم تعد تأكل أبنائها فقط كما يقال، بل تدمر شعوبها من أجل الحفاظ على نفسها، ونفوس بالنتيجة بثوار ولكن بلا ثورة. وهذا هو أس فشل الأديان الشائعة والحركات الدينية المعاصرة. فخطابها بأكمله وعد ووعيد وليس عملا دؤوبا وتحديث وتجديد، فلم تقدم برامج تنموية لشعوبها ولا معالجات لقضاياها الأساسية، إنما حروب وصراعات لا نهاية لها، أي أنها استثمرت فقط عاطفة شعوب أتعبها واقعها المادي، فقدمت له جواب ميثوسي، جواب أسطوري كتعويض، وطبعا على أنقاض أيديولوجيات منهارة سابقة عليها، أي أنها ألغت شعارات قديمة ووضعت محلها شعارات جديدة لا أكثر ولا أقل. المشكلة وين؟ المشكلة أنها حاولت، هذه التيارات حاولت أن تنافس الجانب العلماني في فضائه الخاص، أي فضاء المدرسة والدولة والدستور والمواطنة والوطن وكل هذه المفاهيم والقيم التي جاءت بها الحداثة والعلمانية بشكل عام. فبالتالي ماذا كانت النتيجة؟ كانت
أنها أضاعت المشيتين، فلا هي حافظت على الدين السمح الذي نعرفه والذي عرفه أباءنا وأمهاتنا، ولا هي نجحت في ابتكار نظام مؤسسات حكومية ينافس مؤسسات الدولة الحديثة في تطبيق حقوق الإنسان، فرض المساواة على الجميع، وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية. والنتيجة ماذا؟ النهاية كانت زادت شعوبنا جهلا على جهل. الآن سأحاول تصور الاعتراضات على هذا الطرح، وأتوقع أن البعض سيقول كلا أنت واهم، مشروع المقاومة ناجح، فهي تهيمن على 4 عواصم وحققت انتصارات عسكرية، ولا يغرك صمت الشارع العربي، إيران ستنتصر عاجلا أم آجلا. أما مراهنة أمريكا على تخويف السنة من الخطر الشيعي وأن هذا الخطر هو أكبر من خطر إسرائيل، فهذا أمر سيفشل، لأن الشعوب العربية ستصحو عاجلا أم آجلا من غفلتها. ردي على هذا الكلام سأختصره في نقاط. أولا، أن خوف العالم العربي السني من الخطر الشيعي هو خوف حقيقي، وهو ليس كلاما إنشائيا. ثم أن هذا الأمر يتطلب تساؤل، ما هي المشروع الشيعي؟ ما الجديد الذي يريد أن يقدمه للناس أو المسلمين عموما؟ يعني ماذا يقدم؟ الدين الصحيح مثلا؟ ولو افترضنا وجود هذا الدين وتحققه، فماذا سنفعل بهذا الدين الصحيح؟ هل سيسمح لي مثلا بأن أعيش في حرية وسلام، أن أقول وأفكر وأعمل كما أشاء ولا يتدخل أحد في شؤوني الخاصة؟ كيف ستحقق هذا وأنا لا أمتلك حتى حق عصيان أوامر الإمام أو الولي الفقيه؟ طبعا الأمر لا يشمل الجانب الشيعي، الجانب السني أيضا أو عموم العقل الديني، هذا الكلام ينطبق عليه. ثانيا، من قال أن الشعوب العربية ستتضرر من تطبيعها مع إسرائيل؟ التطبيع أصلا هو موجود منذ عقود معها، كل ما كان يحتاجه أن يظهر إلى العلن. ثالثا، محور المقاومة انتصر فعلا، هذا لا بد من الاعتراف بهذا، انتصر في بعض المعارك والمواجهات، ليس لأن الآخر انهزم تماما، بل لأنه فضل خسارة معركة أو أخرى على أن يخسر الحرب بأكملها. هنا الفرق، وعلينا أن لا نستثمر هذا ونخدع الناس، خاصة أنه كلنا نعرف الآن بأن الحروب ما عادت تخاض على الجبهات، بل في ساحات الاقتصاد والتقنية والعلم وغيرها، وهذه كلها إحنا في الدرك الأسفل منها. رابعا، أن جميع أعضاء محور المقاومة محاصرون تقريبا، وما زالوا يعتمدون على ردود الأفعال وليس الأفعال، وهم مكتفون حاليا بالتعايش مع الشعارات والتقاء الصدام المباشر، بدليل أنهم لم يحرروا متر واحد من أرض فلسطين. خامسا، المراهنة على وعي الشعوب مغالطة سياسية، فقد انهارت دول المنطقة بسبب التطرف الديني الشيعي والسني، وليس بسبب تدخلات إسرائيل بشكل مباشر. طبعا هي موجودة تدخل بشكل خطير، لكن لم تكن السبب المباشر، السبب المباشر والتيارات الدينية والتطرف الديني، بدليل أنه هذا التطرف أدى بنا لأن حولت دولنا كلها لدول كارتونية، فلا اقتصاد حقيقي لديها ولا نظم تربية وتعليم ولا علاقات طبيعية مع العالم، وكل هذا طبعا بسبب مثل ما قلت أفكار متطرفة طرحها الأخوان السنة مثل البنا وسعيد سيد قطب، والإخوان الشيعة مثل السيد الخميني. أصل الفقرة السادسة، أو أقول أن الأديان بطبيعتها استبدادية وطاغية، وحين تحتج على الطغاة فهذا لا يعود لطغيانهم، إنما لأن هذا الطغيان لا يصب في صالح الدين ولا في صالح رجاله، إنما في صالح هؤلاء الطغاة الشخصية. مما سبق أقول أن رفض العالم الحديث لم يعد خيارا، لأننا مغمورون فيه، نحن جزء منه، شئنا ما بينا، نحن جزء من هذا العصر العلماني، هذا العصر الحداثي، لا نستطيع أن نرفضه، لأننا منغمسون فيه، كل ما علينا أن ننخرط فيه
ونجيد التعامل معه لا أكثر. نعم هناك هيمنة الدول الكبرى وهي التي تفرض حضورها بغض النظر عنا طبعا، والسبب نحن لأننا رفضناه من البداية. فنحن لو جلسنا على مائدة العالم الآن فلن نجد مقعدا جاهزا لنا، وربما سنحصل على مقعد مثلا بين المتفرجين وهذا ويسمونهم المراقبين في الأدبيات الدولية. علينا أن نعترف أننا بتنا خارج اللعبة السياسية، خارج اللعبة الحضارية، خارج اللعبة العسكرية، نحن خارج العالم هذا الذي يفور بالتطور والتقدم. ليس لدينا ما ننافس به أحد، ولا حتى لم نجهز أنفسنا لذلك حتى الآن. مع هذا لابد أن نقول بأن الدول الحقيقية الوحيدة في المنطقة هي إيران وتركيا وإسرائيل. لماذا؟ لأنها لا تغير مواقفها بمجرد تلقيها تليفون أمريكي. لديها استقلاليتها وقدراتها الخاصة، ولديها اقتصادها الحيوي والمستقل، لكن هذا لا يعني أنها تستطيع فرض إرادتها على الكبار، أنها تلعب في المنطقة، لكن على الكبار هذا موضوع مختلف. وهذا هو الوهم اللي بدأ اللي كان يتلبس إيران منذ 4 عقود، وأيضا تركيا بالمناسبة منذ نحو عقد كامل مع أردوغان. ربما يقول أحدهم أمريكا هي من تخلق الأزمات، وهي التي بدأت اللعب بورقة الدين منذ أيام أفغانستان وتروتسكي وأيام بن لادن. أقول هذا صحيح، لكن لماذا لجأت لهذه اللعبة؟ لأنها ببساطة لعبة ناجحة، لعبة حققت فيها الدول الغربية كل أهدافها، وهذا اللعب سياسيا مشروع. جميع الدول في حالة صراع فيما بينها، والشاطر هو الذي يتفوق. بالتالي لا يصح التحدث بقدارة اللاعب الخصم وخبثه. اللوم يقع على من تنطلي عليه هذه الألاعيب. ليس هذا فحسب، بل على كل من يعمل على تغذية هذه الألاعيب باستمرار، فيزداد يوما بعد آخر طائفية، ويزداد انعزال، ويزداد تطرف، وهو دون يدري أو لا يدري هو يساعد على استمرار هذه اللعبة. من هنا أصبح الخوف من إيران والشيعة وسيلة لحلب دول الخليج والمنطقة، فضلا عن التغاضي عن دور إسرائيل عليه. لا بد من الاعتراف في النهاية بأن المشروع الإسلامي وقبله المشروع القومي انتهى تماما، فلم يعد يمتلك أي مقوم من مقومات الاستمرار. وأقول بأننا لا بد أن ندرك مهما كانت عواطفنا أن مشاريع العقائد الدينية كانت أو أيديولوجية مضى زمنها وأصبحت مدمرة لنفسها ولشعوبها ولغيرها أيضا. علينا أن نترك جعجعات الأسلحة والشعارات الضخمة ونتقبل قيم العصر الأساسية ونطبقها، وهي ما هي؟ هي حقوق إنسان وعدالة اجتماعية وحداثة ونظم مدنية علمانية، ثم بعدها نشتغل سياسة رصينة واقعية تساعدنا على حجز مكان لنا وسط عالم لا ينتظر أحد، وخاصة من أولئك الذين ما زالوا يحنون لزمن الجواري والسبايا والفتوحات. أنا هنا لا أسعى للنيل من دين أو مذهب معين، كل ما أريده الإشارة فقط لأننا كنا وما زلنا نسير في طريق الخطأ، وعلينا أن نعيد النظر بكل شيء. في المقدمة من كل هذا أنفسنا نحن، وخاصة تلك الأشياء التي نعتبرها مقدسة وغير قابلة للنقاش. شكرا للإنصات ومع السلامة، وأتمنى أن تضغطون على زر الجرس ومع الإعجاب اللايك لكي يصلكم كل جديد. مع السلامة.